قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أنا فلا أرى أن تكون هناك أوراق للأسئلة في مادة الفقه، ولا أرى أن توزع عليكم أسئلة. ما رأيكم؟ قولوا جزاك الله خيرا. أولا الفقه عليكم فقه العبادات، فلا بد كل سطر تكون يعني تعرف ما وراءه وما خلفه. ثانيا كثير من الطلاب إذا أخذ الأسئلة اكتفى بها عن الكتاب وصار يعني يشتغل شغل السلق كما يسمونه، المهم أنه هو يدخل امتحان وينجح ويترفع عن السنة التي بعدها، وهذا في الحقيقة فيه إشكال، فيه صابون مزحلق للطالب المجد. وقد فعلنا هذا بعض السنوات، وأنا أرى هذه السنة لأنكم أصحاب جد وأهل عزم وأحرار، أرى أن الكتاب يعني من جلدته إلى آخر كتاب الحج مقرر عليكم أن تقرؤوا وأن تنتبهوا لما فيه من غير تنشين على بعض المواضع أو المواطن، وهذا قد لا يعجبكم، لكن أنا أرضي ضميري. إن شاء الله لن توزع عليكم أسئلة في هذه المادة، وإنما وستأتي الأسئلة صعبة إلى حد ما حتى تهتموا. يعني أين انتهينا؟ شفتش حد قام يعني. على كل حال سنأخذ منكم دعوة إن شاء الله. نعم، الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها. قال المصنف رحمه الله: وكأنه لما انتهى من بيان المناسك، مناسك العمرة ومناسك الحج بأنساكه الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، ثم عرض لملخص لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي من صفة الحج أن تعلمه، وحججت الحمد لله وانتهيت، طفت طواف الوداع وخرجت من مكة. قبل أن ترجع إلى بلدك، فإن السفر إلى مكة في زماننا لم يعد يسيرا، صار هناك نفقات وتأشيرات وظروف، ولهذا يتأكد النظر في يعني زيارة المدينة، لا لأن زيارة المدينة من مناسك الحج أبدا. لو ذهب إلى مكة ويعني طاف وسعى ثم ذهب إلى يعني عرفة فوقف بها وعاد إلى مزدلفة فبات بها، ثم ذهب إلى منى فرمى الجمرة وعاد إلى مكة فطاف وسعى إن لم يكن سعى أو كان متمتعا فسعى المرة الثانية، ثم عاد إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق وجعل يرمي أيام التشريق، ثم انتهت حجته فطاف للوداع ورجع إلى بلده، فحجه حج صحيح كاملا. أما زيارة المدينة فليست من مناسك الحج، لكن إذا كان الإنسان قريبا من المدينة خاصة مع صعوبة الأسفار فإنه يستحب له أن يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليه. ولهذا يعني كان هذا الباب غير متعلق بالمناسك، لكنه ملحق، العلماء يلحقونه بأبواب الحج لأن مكانه هو المدينة، وهي يعني ثاني الحرمين.
المسألة الأولى في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء كان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، يعني تذهب المدينة أولا أو آخرا، هذا أمر إجرائي حسب الظروف والحج والحجز وهذه، لكن ليس هناك خصوصية أو تفضيل. وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن، فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين، أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق أن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن بعض العوام عندهم من لوثات الصوفية وأحاديثهم الموضوعة ما يجعل الناس يتصورون أن زيارة المدينة ليست فقط من الحج، ده هي أهم شيء في الحج، ولذلك العامة حين يذهبون إلى الحج من الجهال يقول لك أنا رايح فين؟ رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذهاب عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أركان الحج ولا واجباته، لكن من الغلو، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، وأظنكم أخذتم هذا في الدرس الماضي يعني في بعض ما درستم. ويشفعون هذا ببعض الأحاديث الموضوعة كقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا غير ثابت، ولو ثبت لكانت زيارة المدينة متعلقة بالحج، وقولهم يعني من الأحاديث يعني في هذا الباب أحاديث كثيرة كلها إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا يثبت منها يعني شيء. هذا السر الذي أكد المصنفون على هذه الجمل لأجله. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. لاحظ لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، بمعنى أن الإنسان يشرع أن ينشئ سفرا مخصوصا لأجل زيارة الحرم المكي أو الحرم النبوي أو مسجد الأقصى. ليس معنى هذا أن مسجد الأقصى حرم كما يفعل بعض الناس، يقول لك أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى ليس حرما، ليس في الدنيا إلا حرمان: المدينة ومكة. طب والحرم الجامعي ما فيش؟ طب حرم سعادتك ده فيه بقى، حرم ده من باب اللغة، يعني من باب اللغة الحرم الشيء الذي يعني يسعى صاحبه في منعه لأنه يعني هذا حرم لغوي، حرم يعني ما أحد يقترب من أهلي، هذه خاصة بي، هذا من حيث المعنى. أما إطلاق كلمة حرم كحرم مكة وحرم المدينة فقط، ولا يقال الحرم الإبراهيمي أو الحرم القدسي، فضلا بقى عن الحرم الجامعي وهذا الكلام، لأن احنا كده بنبتزل كلمة حرم. حرم كلمة كبيرة، صاصي يقول إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، مين بقى اللي حرم الحرم الجامعي ولا حرم ولا حتى المسجد الأقصى؟ نعم، إذا المسجد الأقصى يشترك مع المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، أن له فضلا خاصا مزيدا، وأنه يشرع شد الرحال إليه، وليس هناك مسجد رابع يشرع شد الرحال إليه. طب بعض الإخوة يأتون مسجد البخاري من سفر فيشدون الرحال، كيف هذا؟ الذي يأتي إلى هذا المسجد يشد الرحال إليه لا يقصد خصوص المسجد، وإنما يقصد شد الرحال إلى طلب العلم. ولهذا إحنا لو نقلنا هذا الدرس إلى مسجد ثاني هتيجي برضو المسجد وتسيب الدرس؟
لا هيتنقل الموضوع كله وتشد الرحال إلى طلب العلم، هذا واسع ليس فيه إشكال. فأنت قد تشد الرحال إلى هذا المسجد أو غيره طلبا للعلم ليس له علاقة بالمسجد، لكن بعض المساجد مخصوصة أنت حتى لو لم يكن فيها لا دروس ولا ناس ولا شيء، لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة مكة وبألف صلاة في المدينة، وصحت روايات أنها بمئتين وخمسين صلاة في مسجد القدس، وبعض الروايات بخمسمائة ولكن لم تصح. على كل حال هذه تفصيلات تأخذها السنة القادمة إن شاء الله إن شئت مزيدا من هذا التفصيل. ثانيا وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بالك لم يقل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشرع، مع أنه يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبع لتواجدك في المسجد، فأنت تشد الرحال لأجل الصلاة، ولما تدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تفعله الصلاة لأنك شددت الرحال لأجل هذا، فإذا انتهيت من الركعتين يشرع لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذه. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد، يعني ليس هناك طقوس خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام اللي تفعله في أي مسجد، نفس الدعاء ونفس الهيئة، تدخل برجلك اليمنى ونفس البداية تبادر فتصلي ركعتين، إذن في هذا الباب ومزيد فضل المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة، لكن ليس له طقوس خاصة وإنما كما تفعل في أي مسجد. بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلىها في الروضة فهو أفضل، للحديث ما بين بيتي ومنبري وليس فيما بين قبري، الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وطبعا هو قبر في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحديث لما بين بيته لأنه قال هذا في حياته، وهل كان يدري أين يدفن؟ يعني كان مرتب نفسه؟ لا، هو يقول نحن معاشر أنبياء ندفن حيث نموت، وما كان يدري أين يموت صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء اختاره الله، فالله تعالى اختار له أن يموت في حجرة عائشة في أحد بيوته، وكانت طبعا بيته خارج المسجد. ثم بعد هذا كان الخلفاء من الصحابة حريصين على حماية جناب التوحيد، فكلما أرادوا أن يوسعوا المسجد وسعوه من الجهات الثلاث غير الجهة اللي فيها حتى لا يدخل القبر المسجد. فلما جاء عهد يعني الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك غفل عن هذه المسألة ولم يكن يعني بذاك يعني الحرص، مع أنه كان يعني له فضل وكان يحكم بالشرع وكان لكن فاته هذا المعنى، وفي الحقيقة لم يدخل البيت في المسجد، يعني ما صار المسجد في منتصف القبر في منتصف المسجد، لا وإنما يعني جعل القبر على طرف المسجد، فبعض العلماء يقول هو خارج المسجد لكن على الطرف، والبعض يقول داخل المسجد، ولهذا التوسعات الحديثة كلها من الخلف يعني مساحات واسعة لكن من جهة القبر لا تجد يعني هذه، فهذا أيضا خطأ منه رحمه الله، أن كان ينبغي أن يبقى المسجد بعيدا تماما يعني خارج حتى لا يحدث هذا الإشكال
في نفوس بعض الناس ولا تحدث هذه الشبهات التي يقول بعضها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، فلماذا تنكرون على البدوي وعلى الحسين وعلى الحسين؟ طبعا لا دخل مصر ولا حاجة، نعم، لكن هم عاملين نسخة من الحسين في مصر ونسخة في العراق ونسخة في سوريا ونسخة أيضا في بعض البلاد، وأي حد عايز يعمل نسخة يعمل، يعني أي حد عايز يجيب الحسين يعني هذا طبعا من بدع المبتدع، هو حسين واحد ومات في كربلاء فقط، فالذي في سوريا والذي في مصر والذي في العراق هذا كله، العراق غير كربلاء، هذا كله من خبط المبتدع ومن مخرقتهم. إذن على كل حال يعني ولولا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية الصلاة فيه بألف صلاة لكان لنا شأن آخر، لكن نحن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نسكت عن أن القبر ولم يدخل أو دخل، وعلى قول من دخل أحاط المسجد من الداخل بجدران كثيرة حتى لا يرى القبر في الحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يمس القبر ولا أن يقترب منه، ولعلك لو ذهبت إلى هناك ستجد بينك وبين القبر يعني مسافات، ومع هذه المسافات والجدران تجد عساكر وحراسا يمنعون الناس من الاقتراب إلى الجدار اللي بيقرب من الجدار اللي بيطل على الجدار اللي فاتح على الجدار اللي فيه كل هذا لحماية جناب التوحيد، فلا يصح المبتدع أو صوفي محترق أن يعني يحتج في هذا الباب، باب غلو الصوفية وغيرهم والشيعة طبعا أئمة في هذا الباب في يعني التوسل بالأموات والفعل ما لا يجوز من باب الاعتقاد، وقد درستم هذا على مدار السنة، لا يصح لهم أن يحتجوا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وجود القبر فيه. أما كيفية الزيارة وقد ذكرنا ذلك، قال ومن زار مسجده ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة، الروضة بين البيت والمنبر، والبيت اللي صار فيه القبر الآن والمنبر معروف نفس مكانه، هذه المساحة يعني الصغيرة نسبيا تسمى الروضة، ولهذا تجد الناس يتقاتلون عليها. أما الزيارة في الروضة فمشروعة، وأما القتال فليس مشروعا، بمعنى أنه لا يصح أن نتزاحم وأن يعني نجري حتى ندرك، كل هذا ينافي أدب المسجد، ولكن إذا وجدت زحاما فتعال في الأوقات التي يمكن أن تكون خفيفة، روح نام وتعال الساعة مثلا واحدة بالليل هتلاقي الدنيا إيه، هتدخل يعني تعال قبل الفجر بساعتين، تعال مثلا بعد العشاء بساعتين، الأوقات اللي ممكن يكون معظم الناس مشوا وبقي أناس، قد تجد نوع زحام لكنه لا يؤثر يعني لا يخرجك عن أدب المسجد. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة، يعني ما تصلي الفريضة تصلي في الروضة ولا تصلي في الصف الأول، لأن في بعض التوسعات الآن يعني جعلوا الصف الأول أسبق من الروضة، فأمام الروضة نحو ستة أو سبعة صفوف، فالأولى التقدم خلف الإمام ولو يعني تركت الروضة. ثانيا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد، وليست أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاث المسجد الحرام والنبوي والأقصى إن عقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده، لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاث. يبقى أنت لما تروح أي مكان في الدنيا، وهذا يحدث والله، لو رحت يعني روسيا ولا كندا وقلت له أنا من طنطا، بس على طول تلاقي خدته كده قشعريرة وقال لك إيه
نعم شيء لله يا سيد. هذا عجيب، حتى بعض الأعاجم يحفظون هذه الجملة، يتنقل الناس كلام، تقول له سيد مين يا عم الله يهديك، السيد والله. نعم. وقد تكون أنت تعيش في طنطا وعمرك في حياتك ما دخلت مسجد البدوي، وهذا من مناقبك لو كان حصل هذا، يعني من مناقبك أن تكون في طنطا وما دخلت. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن أتواجد في مكان فيه شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يتعلق بالتوحيد، أنا أبغض هذا وأنكره، ولا أصلي هناك ولا حتى صلاة جنازة حتى لو اضطررت إلى هذا. وتجد في أقاصد يقول لك شيل الله يا سيد، هذا من لوثات الشرك التي يتناقلها الناس، لأن هذا يعني طبعا نيجي بقى عن ترجمة السيد البدوي، يعني موضوع تاني يمكن بقى في السنوات القادمة إن شاء الله. أما كيفية الزيارة، فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. للحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا كلمة عليه السلام مفروض أن تكتب بالخط العادي، بس هو بتاع الكمبيوتر قال لك مدام عليه السلام يبقى بيحسب ان احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبها ايه بهذه الصيغه. على كل حال المقصود انه ليس هناك لفظ خاص في كيفيه السلام، وانما المشروع السلام. كيف تسلم؟ ادنى ما يقال عنه انه سلام، كانت تقول السلام عليك يا رسول، هذا يكفي. طيب لو زدت لا بأس، لكن المهم ألا تعتقد أن الزيادة هذه لها أصول معينة، فتأتي بكتاب تقرأ فيه أو تأتي بواحد يقول وأنت تقول أو تحفظ يعني معاني معينة، هذا لا, لا, لا يلزم. ولو اتفق الناس على لفظ معين كان هذا من البدع، لكن يترك كل واحد على حسب ما في قلبه. واحد وقف زي ما ربنا يفتح، السلام عليك يا رسول، أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت، حلو جزاك الله عنا خير، جميل اللهم اجمعنا بك، حلو. أي حاجة تطلع ساعتها، مش ليس هناك شيء خاص يعني لابد أن تقوله. الشيء اللي لابد أن تقوله أن تسلم عليه بأي صيغة. ولهذا قال وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقي، أشهد أن قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم أتيه الوسيلة والفضيلة وبعثت المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزيه عن أمتي خير الجزاء. يعني وما كان من هذه المعاني اللي فيها دعاء وتذكر لدور النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وكيف أن له فضلا على عموم المؤمنين إلى يوم القيامة، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهم ويترحم عليهم أيضا بأي صيغة. لما أثر عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله، شوف السلام عليك يا رسول الله، بعد يأخذ خطوتين يقف أمام قبر أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، ثم خطوتين السلام عليك يا أبتاه، أوعى تروح تقول يا أبتاه. طب هو ابن عمر يقول يا أبتاه عشان هو فعلا أبوه، فأنت ما تحفظهاش كده، لكن هو يريد أن يقول ما كان يفعله عبد الله بن عمر، السلام عليك يا رسول الله بعد الخطوتين، السلام عليك يا أبا بكر بعد الخطوتين، السلام عليك يا أبي، لأنه فعلا كان أبا. ثم ينصرف يعني من غير غلو، من غير ما يعني يكون في طبعا التخشع والأدب، من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أما إن كان من باب يعني العبودية هذا يليق إلا بالله. ولهذا الدعاء إذا أردت أن تدعو هذا ليس موطن دعاء، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه، وليس دعاء لنفسك. إذا أردت أن تدعو لنفسك اترك القبر وأعطيه ظهرك وتوجه إلى القبلة وادعو، على أن هذا ليس موطن دعاء. لأن بعض الناس تجد الناس هناك بعد ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الناس اللي واقفين يدعو أكثر من الناس الذين يعتقد أن هناك خصوصية في الدعاء هنا، وهذا في الحقيقة يعني ليس واردا. وإن هذا ابن عمر ثم ينصرف يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى ثم ينصرف. أما أن يقال أن هذا من مواطن إجابة الدعاء فلا، مواطن إجابة الدعاء قبل هذا بقليل وانت في الصلاة أو بين الأذان والإقامة أو أنت جالس في الروضة لا بأس، لكن أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وتمشي حتى تعطي مساحة أيضا
وإلا فالزحام الموجود هناك سببه الجهل بهذا الأدب. ولا شك أنه ليس من الأدب أن تخلط بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو ترك الناس، يعني لو لأن إدارة الأوقاف والإفتاء وأهل العلم هناك حريصون على مسائل الديانة وتجريد التوحيد، وإلا لو ترك الناس لفعلوا كما يفعل هنا عند الحسين وعند البدو وغيره، تلاقي كل واحد أخذ ورقة زي كده وعايز يرميها في الصندوق، يقول يا رسول الله البقرة ما بتولدش بقالها كم مرة، تاني يقول يا رسول الله المرأة ما بتجيبش إلا بنات عايزين ولد، تالت يقول والله أنا عيان وما فيش فايدة والدنيا. مع الأسف هذا يحدث عند القبور نتيجة غلو الناس. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها أو يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. طيب، ثالثا الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية، وهذه مسألة أخرى، تجد هناك بعض يقول لك المزارات حتى يعني يصوروا للناس أن مزارات المدينة هذه كيمياء لا يعرفها إلا بعض المخصوصين حتى يعني يجلب منه الأموال، لأنه دائما الأماكن هذه يعني يكثر حولها أصحاب الانتفاع، واحد عايز يكسب فيقوم تعالوا يا جماعة ما زوركم، وفي دماغنا لو زورتهم ربع ساعة هيديني يعني 10 ريال، طب أنا قعدت معاه 3-4 ساعات يبقى لازم، زي الصنايعي كده لما يجي يعمل لك حاجه في البيت وما يخلصهاش بسرعه ويقعد يطول عشان اقول لك هات 100 جنيه مش هتقول انت عملت ايه ده انا بقالي ساعتين اهو. نعم، فمع الاسف الدين لما يدخل في هذا الكلام غلط، والا المزارات ليست كيمياء. انت هي شوف المسجد اول حاجه، انت قاصد المدينه عشان المسجد، وانت في المسجد هتعمل ايه؟ هتزور النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج حد يدلك، ما انت شايف القبره، تطلع من 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 الباب اللي امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي البقيع برضه مش محتاجه حد يساعدنا فيه، مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، باقي حاجتين بس لان هم 5 ما لهمش سادس، مسجد قباء من تطهر في بيته واتى مسجد قباء كان له اجر عمره وكان يحرص الناس على هذا، وشهداء احد دي اللي ممكن تحتاج مواصله، تاخد مواصلة تروح عند أحد تصلي تدعو فقط لأنه مقابر هناك مقابر الشهداء شهداء، وبعدين تاخد مواصلة تانية إلى مسجد قباء. لكن تعالى بقى الناس المنتفعين يقول لك أوديك المزارات، يوديك 7 مساجد ومسجد القبلتين ومسجد الغمامة ومش عارف المسجد اللي وكثير من هذا غير ثابت من أصله أو أصله ثابت لكن ليس له فضل، ما أحد يعرف إن في مشروعية أو في استحباب يعني الصلاة في هذا المكان. إذا المزارات في المدينة 5 أنت بتعدها، 3 تعملهم لوحدك المسجد والقبر والبقيع، و2 عايزين مواصلة مسجد قباء وشهداء أحد. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي في ركعتين. وللحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع
وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة وغيره رضي الله عنه. يسن للرجال فقط بناء على خلاف في المسألة. عند الحنابلة لا يشرع زيارة القبور مطلقا للنساء، وعند غيرهم إن النهي للنساء عن الإكثار من الزيارة الذي يتبعه تأجيج العواطف عند النساء فقد يفعلن ما لا يشرع، أو يتبعه عادات النساء في كثرة الكلام واللغو نحو ذلك، والنساء دائما لو تروح القبور بياخدوا معاهم الرحمة والنور وكلام البدع اللي احنا عارفينها، ويروح يوم الخميس وفي الأعياد، وتلاقي المرأة عمالة تتكلم في كل حاجة إلا الموعظة، مع إن تشرع زيارة القبور للموعظة. أنا أمس كنت في قريب من المقام فدخلت يعني أزور القبور، فوجدت امرأة بجانب القبر الذي أريده لكن لقبر آخر تحكي لرجل واقف قصة إعلام الوراثة والدكان وهيبيعوا 600,000 وكان ب500 وأنا لي كذا وبناتي. فضلت ساكت 10 دقايق مش عارف أركز مع أن أدعو أو أستحضر هيبة الموت أو الموعظة. فطبعا شددني القصة، القصص الدكان يعني ما عايزين يطلقوا مش حاسبني، وانا الام وهم العيال واصلهم جوز واحده تانية وقصص طويله، والمحل ب 500,000 ولما عرفوا طب خلوه ب 600,000 عشان يطلع لي. انا كل هذا ماسك نفسي حتى تنهي يعني هذه القصه وتمشي، فما انهى. فاضطرت ان اقول لها لو سمحت اخرجي برا، احنا هنا في الاخره مش في الدنيا، اخرجي برا وخذي هذا الرجل معك وحدثيه عن هذه القصة. فالمرأة انتبهت طيب، لكن برضو كملت القصة بشيء من الاختصار، وأنا طبعا صبرت عليها حتى. فعادة النساء لا يملكن أنفسهن في هذه المواطن إلا تعد تحكي عن جارتها وعن حالتها، وقد يحدث غيبة ونميمة. هذا وجه من منع من العلماء النساء مطلقا منها، لكن الراجح هو القول الثاني، جواز زيارة النساء للمقابر بالضوابط الشرعية، لأن العلة واحدة. الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والمرأة بحاجة إلى تذكر الآخرة كما الرجل. لكن من آفة المرأة إنها تذهب كثيرا، أو إنها تفعل بعض البدع في الخميس والأعياد وهذه الأشياء، أو إنها بدع الكحك أو إقراء القرآن يأتي بعض الناس، هذا كله من البدع. فإذا خلت عن هذه البدع ذهبت في أيام عادية غير مقصودة كالخميس والأربعين وهذه الأشياء، وذهبت يعني ليس بكثرة، وذهبت فقط بقصد الموعظة كأن تقف دقائق وتدعو للميت وتتعظ وتمشي، شرع هذا وجاز في أصح قولي العلماء. لكن في مذهب الحنابلة والمصنفون يعني إلى حد كبير يتحرون فإنه لا يشرع، ولهذا قال يسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم، كان يزوره ويدعو لهم. والعموم الحديث زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، وهذا الحديث الذي نحفظه، أما قراءة الفاتحة أو نحو ذلك هذا كله من البدع، كذلك قل الله أحد المعوذات، كذلك قراءة ياسين، كذلك قراءة الواقعة، كل هذا لم يثبت فيه شيء. إنما الثابت عند زيارة القبور هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخرى قريبة من هذه الألفاظ. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا يلزمك أن تحفظه حتى كلما دخلت المقابر قلت هذا الدعاء. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. كم واحد؟ هو ذكر قباء، وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شهداء أحد يبقوا 3، وذكر البقيع يبقى 4، وذكر المسجد نفسه يبقى 5، ليس لهم 6. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة، يعني لما في السيرة بركت الناقة وقال دعوها فإنها مأمورة، مين يعرف المبرك الناقة؟ أين في هذه البقعة بالضبط، في هذه عند هذه البلاطة، من يقول هذا؟ هذه أشياء غير معروفة، بل كان الصحابة يتعمدون إخفاءها. لماذا؟ لخشية أن الناس يتخذونها عيدا،
يعني يتأثرون بها، ولهذا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعون تحت الشجرة بيعة الحديبية. هذه الناس حتى في زمان الصحابة كانوا مشغولين بها، فعمر رضي الله عنه قطعها. لماذا قطعها عمر؟ إذا كان الناس في الأيام الفاضلة مشغولين بها، هم لما تيجي الأيام بتاعتنا كنا هنعمل فيها إيه؟ فرضي الله عن عمر قال لك لا 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 لا، الكلام ده كله ما يتعرفش حتى لا يأتي الناس ويعني يفعلوا ما لا يجوز. وإلا الناس فعلا مولعون، لأن الشيطان إن الشيطان لكم عدو، الولوع بالشيء يعني شايف دي هو ده، يعني شدة التأثر والارتباط العاطفي. حدثني بعض إخواننا من منذ سنوات أنه رأى امرأة في شارع اسمه شارع الصاري الأحمدي ناحية البدا وكده، أكيد بعضكم من سيجر يعني وعارف، فرأى امرأة واقفة متخشعة. كان زمان الصار ده خشبة موجودة، مش عارف لسه موجود ولا لا، أنا لقيت موجود تبين عليك من هنا. نعم. فرأى امرأة متخشعة فبيقول لها بتعمل إيه يا حاجة؟ قالت له بقرأ الفاتحة لسيد الصاري. والصار ده خشبة يعني ما ملوش أي قصة ولا أصل ولا حاجة. طب تخيل بقى الشجرة اللي بايع عندها الصحابة كان يعني الناس يعملوا في إيه؟ ده مش كانوا يقرأوا الفاتحة، ده كانوا هيصلوا ركعات. إذا هذا كله هذه ذرائع الشرك، ومن أصول هذه الشريعة سد الذرائع إلى الشرك. ولهذا قال الأماكن الأخرى كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان ومساجد السبعة ومسجد القبلتين فهذه لا أصل لها، مع أن صاحب التاكسي اللي عمال يجمع الناس أول ما ياخدهم يوديهم كل هذه الأماكن عشان بعد ما يقعدوا بقى 5-6 ساعات يوقت الحساب بقى. أخوانا أنا زورتكم الزيارة والله ما كان حد يعمل معاك، فعلا ما حدش يعمل كده، أنت إنسان مبتدع وجاهل. نعم. تقوم تديله على الأقل بقى مش أقل، وإلا صارت يعني معركة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زاره، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. أي واحد يعمل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، تسمها محدثة يعني بدعة. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها. انتهى يعني كتاب الحج، لكن ألحق الفقهاء به فصلين نأخذهما إن شاء الله، فصل في الأضحية فصل في العقيقة. وجه الإلحاق لما كان الحج فيه الهدي، والهدي شيء يذبح تقربا إلى الله عز وجل ويطعم لفقراء الحرم، وهو واجب من واجبات الحج في حق المتمتع وفي حق القارن، ها، ويعني مستحب في حق المفرد وليس واجبا عليه. كان هذا دما يذبح، ألحق بقية الدماء دم الأضحية وأيضا العقيقة، وإلا فالأضحية في الحق ليست لا علاقة بالحج إلا من هذا الوجه. هذا أيضا دم، ولأن الأضحية يوم العيد، ويوم العيد يوم من أيام الحج، فأهل الحجيج يعني يشرع لهم الهدي وإن شاءوا ضحوا، وأهل الأمصار يشاركون أهل الحج فيه هم في بلادهم أيضا يضحون. وأما العقيقة فمن بقية الدماء. في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها، الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، شرعا ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله يوم العيد. هي الغنم يدخل فيها الضأن والمعز زي ما البقر يدخل فيها الجاموس، فالأنعام ثلاثة زي ما خدت في الزكاة. في ناس طبعا جابت الجدول بتاع الزكاة، وفي ناس يعني اختصرت قال يا عم خلاص، والله يعني يحاسب الجميع. طبعا أنا عندي الأسماء كلها. إذن بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر ومنها الجاموس والغنم، وهذه يدخل فيها الضأن والخرفان والمعز.
حكمها وأدلة مشروعيتها سنة مؤكدة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. السنة الجاية إن شاء الله تعرف مذهب الأحناف في المسألة إن الأضحية واجبة على المستطيع، وهذا القول أقوى لقول عمر من كان له سعة فلم يضحي فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، ولم يصح رفعه لكنه أثر موقوف، لكن جرى هنا في الكتاب على مذهب الجمهور من أنها سنة مؤكدة. طبعا أنت تحرص عليها حتى لو كانت سنة مؤكدة، لكن إذا عرفت اللي في قول متجه لوجوبها على القادر، أما غير القادر فليس عليه شيء. شروط مشروعية الأضحية تسن في حق من وجدت فيه هذه الشروط الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم، تقدم هذا مرارا، البلوغ والعقل، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف لأنه غير مكلف، الاستطاعة، وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. يعني أنت عندك 2000 جنيه يوم العيد، لكن منهم إيجار الشقة اللي عايز تدفعه تاني يوم، ومنهم دين عليك، ومنهم مصاريف الأولاد اللي بياخدوها في أول الأسبوع، يبقى خلص ما راح. لكن 5000 جنيه وانت مصاريفك هم 2000، يبقى باقي معاك، يبقى انت غني. مش شرط غنى مطلق، غني في هذا الوقت حتى تخرج تذبح الأضحية، زي ما قلنا بالضبط في كتاب الصوم في زكاة الفطر ما فضل عن حاجته يوم العيد. ثانيا طبعا بعض الناس يقول لك يا عم انا هذبح ليه، انا بيجي لي لحمه من كل حته وخلاص. هي الفكره مش فكره انك تاكل لحم، فكره ان هذه شعيره، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والحرص على تعظيم الشعائر من اسباب الرزق، ولهذا اللي عود نفسه، يعني كل من يذبحون اول مره تبقى صعبه جدا انه يذبح، بعد كده ابدا مش ممكن. ليه؟ لانه وجد ان الله عز وجل يزيد ويعطيه ويرزقه، كلما حرصت على يعني هذه الشعائر كلما رزقك الله. ولذلك بعض الناس ممن يتعود على انه يذبح يجي في سنه من السنوات لا يجد شيء، فهو في الشرع معذور، يقول لك لا ده انا لو هستلف، مع انه لا يجب عليه، بس يقول لك لا ده انا هستلف وانا عارف ان ربنا عز وجل سيوسع عليه. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ارجو ان يوسع الله عليه وان اقترض، يقول حتى لو اقترض ربنا يوسع عليه. فتلاقي ان جماعه اصحاب الديانه لا يفوت فرصه، ده انا من السنه للسنه، ده لو فوتت الاضحيه هستناها بعد سنه، لا انا اضغط نفسي وان شاء الله ربنا هي. اما من لم يعود نفسه تعظيم شعائر الله، يقول لك يا عم الحاله الاقتصاديه صعبه، شايف البلد رايحه فين، ويكون عنده 200,000 و500,000، لا لا السنه دي لا الدنيا كده، مش اصل البورصه مهزوزه والاوضاع مش، فخلي على يعني هذا البخل. ثانيا ما تجوز الأضحية به لا تصح إلا أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم ومنه المعز، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. يعني ما حدش كده يزغط ديك رومي يقول لك أنا هذبح ديك رومي، ده هو قد منين الكلام ده؟ قال بهذا على فكرة بعض أهل العلم، لكنه لا صح، يعني قول شاذ قاله بعض المتأخرين من أهل العلم، قال لك لو دجاجة، وهذا كلام طبعا أنكره عليه عامة أهل العلم. ما هي الجاموسة حلوة؟ ازاي بقى؟ مش احنا مش لسه قايلين حالا ان البقر ومنه الجاموس، الجاموس والبقر صنف واحد. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، يعني أنت وأسرتك كفاية فيكم شاة. للحديث كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، أو يأكلون ويطعمون. ويجوز التضحية بالبعير الجمل والبقرة الواحدة عن 7، لحديث جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، يعني إما خروف وحدك
أو إن شئت جمل وحدك، وإن شئت بقرة أو جاموس وحدك، لكن يجوز في البقر ومنه الجاموس، وفي الإبل أن يجتمع سبعة على الواحد، أنت سبع بقرة أو سبع بدنة يعني جمل أو خروف كامل أو جدي كامل أو معزة كاملة. إذا ما فيش اشتراك في الخروف، الخروف واحد عن واحد، لكن البقرة ممكن عن سبعة. طبعا سيأتي لابد يكون في الأسنان التي ستأتي. الشروط المعتبرة السن، الإبل ويشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، لازم عمر الناقة اللي يضحى بها 5 سنين، لا ينفع فيها بنت المخاط سنة ولا بنت اللبون 2 ولا الحقة 3 ولا الجزعة 4، كل الصغيرين لما تكبر بعدها 5 سنوات. طب وإحنا مش عارفين الكلام دلوقتي ولا إحنا فاهمين حاجة، وإنت لو قال لك والله دي عندها كذا تقول له أنا مش عارف، ساعتها نعمل إيه؟ مش هنعرف نروح نتعلم برضه، لأن إحنا يعني أهل المدينة ليس له، لكن نستوثق البائع، يعني نشوف واحد بائع عنده دين، وإلا كثير من البائع يكذب، تقول له أنت عايز، أقول لك عايز أقول لك دي 5 سنين، لا بس أنا بدور على واحدة سنتين، لا هي دي 2 سنين برضه، سبحان الله ما هي نفسها كانت 5 سنين الآن، يقول لك لا 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 ده هي 2 سنين، المهم أنت عايز إيه؟ هو ده اللي بالشكل ده ما ينفعش، أنا أروح الأول أدور على واحد يعني ما لقيتش واحد عنده ديانة، أتحرى يعني أسأل 3 4 لحد ما أتأكد وساعتها خلاص أنا عملت اللي عليه، وإلا هذا الباب يكثر فيه الكذب. ثانيا البقر ويشترط أن يكون قد أكمل 2، و2 دي بنسميه في باب الزكاة مسنة. طيب المعز ويشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، والصحيح أن الخروف ممكن 6 أشهر والمعز 1 سنة، يعني لو معز أو جدي لازم 1 سنة، لكن لو نعجة أو خروف ممكن 6 أشهر. لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي في البقر مسنة، وال5 سنين بنسميها مسنة، والسنة في المعز بنسميها مسنة، هي الأسنان دي مأخوذة من الحديث. إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. والمسنة من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنية. الضأن يشترط فيه الجزع وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر لحديث عقبة قلت يا رسول الله أصابني جزع، يعني حصلت جزع يعني 6 أشهر، قال ضحي به. ولحديث عقبة أيضا ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن. إذن أول شرط معتبر في شروط الأضحية السن، وشروط الأضحية هنا هي نفس شروط الهدي أيضا لابد أن يكون كذلك. ثانيا السلامة، يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصا في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، يعني اللي هي أظن فئة شرحها نعم هزيلة، والعرجاء والعوراء والمريضة. لحديث البراء 4 لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء الهزيلة، معنى لا تنقي يعني لا مخ لها لهزالها، ويقاس على هذه العيوب 4 ما في معناها كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب، لأن هذا يتقرب به إلى الله. فكما أنه لا يكون من نفائس إياك وكرائم أموالهم، فإنه لا يكون أيضا من يعني الرديء. إن تبدوا الصدقات فنعمة، وإن تخفوها، الآية الثانية بتقول إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا كنت أنت لو واحدة يهديها لك لا تأخذها إلا على إغماض، يعني أنت كاره، فكيف يكون هذا لله عز وجل. رابعا وقت ذبح الأضحية يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلى، ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى اللي هو وقت العيد، بقدر ما يتسع لركعتين وخطبتين، والصحيح خطبة واحدة لو أنت فاكر لسه صلاة العيد أو صلاة اللي احنا خدناها.
لمن لم يصلها، لحديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. بعض الأغنياء يحب يذبح يوم عرفة لغير سبب، قد يكون لسبب إنه عايز يجمع الناس والناس تشوفه يعني، وتبقى يعني يعمل شغل بعض الناس هكذا، وقد يكون لسبب اجتهادي إنه عايز الناس تلحق تاخد اللحمة عشان تاكلها تاني يوم العيد. لكن لا هذا يصلح ولا هذا يصلح، لأن لا تسمى أضحية إلا بعد الصلاة العيد. فنقول له تعمل إيه؟ اذبح بعد العيد، ولو أنت مصمم تطعم الناس قبل هذا اذبح ذبيحة تانية، بس ما تحسبهاش أضحية. لو أنت راجل كريم وعايز الناس اذبح يوم عرفة ولا قبله، لكن هذا صدقة عامة، وخلي الأضحية ذبيحة أخرى بعد صلاة العيد. قال: ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. يبقى أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وآخر وقت الأضحية إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة: بعد يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، حادي وثاني وثالث عشر من ذي الحجة. فالذي لم يتمكن من الذبح يوم العيد له أن يذبح ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم إلى غروب الشمس. وكذلك بالنسبة للهدي في نفس الوقت، هدي الحج، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء: أول ما نبدأ به يومنا هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. يعني كأن واحد يذبح للحم لا للنسك. أخيرا، ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. يسن للمضحي أن يأكل من أضحية ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، يفعل هذه الأمور كلها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعم فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. لكن هذا الحديث لا أعلمه يصح، وبناء عليه لا يلزم قضية التثليث، هو يشرع له أن يتصدق، ويشرع له أن يهدي، ويشرع له أن يأكل على حسب الحاجة من غير تضييق. افرض عايز يأكل ثلاثة أرباع، هل في مانع؟ ليس في مانع. هب أنه أرضى أن يتصدق بها كلها، ليس هناك مانع. فالأمر واسع، ليس شرطا أن يثلثها أثلاثا. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، لحديث بريدة قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدله. سبب الحديث إن كان في مجاعة، ومع وجود المجاعة وحاجة الناس ما صحش الواحد يدخر وناس تموت من فنهاهم عن الادخار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زال هذا السبب قال: كنت نهيتكم، يعني في وقت كان مناسب فيه النهي، ثم نسخ هذا قال: فأمسكوا ما بدلك، يعني ادخروا ما بدلك. يعني أنت حبيت تذبح الذبيحة وتحط ثلاثة أرباعها في التلاجة تأكل منها خمس شهور بعد هذا مش ثلاثة أيام، الأمر واسع. وأما حديث يعني نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فهذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن نسخه. ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة، يعني واحد مرتب نفسه يضحي في العيد، ينبغي من أهل الأمصار غير الذاهبين للحج، ينبغي إذا دخل هلال ذي الحجة أن يمسك عن الأشياء التي نهي عنها. قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي. وكأنه يعني بيشارك الحجيج بعض المعاني المحظورات عليهم، حتى يكون هناك ارتباط وجداني بين أهل الأمصار الذين لن يحجوا وبين الحجيج. يظهر يوم عرفة من تعظيمه، يظهر في الأضحية، يظهر في بعض، يظهر في إشاعة الذكر في هذه الأيام
العشر، يظهر في تعظيم شعائر الله يوم العيد، يظهر في هذه المعاني أيضا الامتناع عن أخذ الشعر والأظفار فقط للمضحي، أما زوجته وولاده أمر واسع صاحب الأضحية. لحديث أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. نخلص المنهج وناخذ العقيقة. العقيقة لغة مشتقة من العق وهو القطع، هو من عقوق الوالدين، يعني قطع برهما. تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده، يعني يوم السابع يشرع حلق شعر المولود. بعض الناس بيخاف حد شعر ده الولد لسه طري، طيب هو الولد مهما يكون طري وديه للحلاق اللي هو الصنايعي المحترف، هو يعرف هذا الطري يحلق له، محدش قاله قالك احلق له انت، ده انت لو حلقت لنفسك هتعور نفسك، لكن خذ الولد واذهب به الحلاق او هات الحلاق البيت والحلاق هذه صنعته، سيحلق شعره، تتصدق بوزن الشعر فضة مش هي كم جنيه، بس هي الفكرة في ان هذا يعني الوارد. وفي هذا اليوم السابع اللي حلقت فيه ضحي عنه كما، ولذلك الالتزام بالسنن بيجنبنا البدع. والناس قال لما تهاونت في هذه السنن صار عندهم ايه بدل العقيقة السبوع، ويرش الملح واسمع كلام امك وتسمعش كلام ابوك وكلام البدع والمساخر، هذه ناهيك عن البدع اللي هي اشد خطوره، زي ان يذبح مثلا اي واحد يروح عند جزار ولا اي حد ذابح يجيبوا الدم ويلطخوا به وجه الغلام، وتصور ان هذا فيه حفظ للغلام من العين ومن والجنون وفنون. يعني البدع هذه ملهاش حد، تلاقي عند كل بلد بدع مش عند البلد التاني، واحيانا عند داخل البلد الواحده في مناطق فيها بدع مش معروفه عند لان البدع كلها واحد ما دام هيخترع، ما فيش بقى حد، ليس هناك حد يعني اختراعات المخترعين، لكن الشرع واحد، نتوحد على الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي حق الولد على والده، يبقى من حق الولد على والده أن يعق عنه. والعقيقة السنة المؤكدة لحديث سلمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ولحديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى يحلق رأسه، يعني التسمية يوم السابع سيأتي الكلام فيها. ولحديث عبد الله بن عمرو قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، معنى ينسك يذبح. طيب وقت العقيقة، إذا حكم العقيقة ده مستحبة، وسيأتيك الكلام في من قال بوجوبه. وقت العقيقة يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته. لحديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. لو فات السابع، بعض أهل العلم يقول السابع اللي بعده الثالثة 21، ما عملش كده خالص، يبقى هذا حقا للغلام. واحد ما كانش ملتزم أو كان جاهلا ولا يعرف وأراد أن يعق عن ابنه الآن الكبير، لا بأس إن كان لم يعق عنه. مقدار ما يذبح في العقيقة: يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. للحديث: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. ثالثا: تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه. أما تسمية المولود فيسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته. لحديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. طيب ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك. واحد اسمه حرب ولا مرة ولا في أسماء، يعني فضل بقى الأسماء الموجودة الوقت خيشة وبلية، غير يعني خلي أسماء يعني محترمة، وهتقول له يا فلان. وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن،
للحديث إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كان أحيانا يغير الاسم، ما اسمك برة؟ قال بل أنت زينب. خلاص، والصحابة كانوا يستجيبون. طيب، هو ذكر أن تسميه يوم السابع هذا مشروع، ولو أن واحد كان ومراته يعني حامل مشغول باسمه معين وسماه أول ما تولد زي ما معظم الناس بتعمل، الأمر واسع جائز. إنما لو هو يعني ما كانش في وترك التسمية لليوم السابع هذا أيضا يعني جيد، فسواء سماه عند ولادته أو قبلها أو سماه في السابع كل هذا واسع. حلق رأس المولود ويسن حلقه، حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، بعض أهل العلم يقول الذكر فقط، والمسألة يعني سيأتي السنة القادمة تفصيلها. يوم سابعه بعد ذكر العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة. للحديث عق عن الحسن بشاء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. هذا مقصود، مش يوم أنا تصدق بألف جنيه، لو تصدقت بمئة ألف جنيه هذا غير المقصود. المقصود أن تذبح وتزنه يطلع 3-4 جرام مش هي 30-40 جنيه، بس القصد مش المبلغ بقدر ما هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. تحنيك المولود ويسن تحنيكه بتمر سواء كان ذكرا أو أنثى، والتحنيك مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوف، يعني يستحب أن يكون من بعض الصالحين إن وجدت صالحا، وإلا فعلت هذا بنفسك، يعني الوالد يمضغ التمر حتى يصير عصيرا في فيه، ثم يأخذ منه من هذا اللعاب الذي هو يعني بالتمر يضعه حول حنك المولود يعني حول فمه، والمولود طبعا يتلمز أول ما يشوف حاجة يعني حلوة تجده بالفطرة يعني يحاول أن يجتذبها، فيكون أول ما نزل إلى جوفه التمر اللي هو من معاني الفطرة، وهذه السنة التي كانوا يفعلونها يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. تسمية بأسماء الأنبياء مطلوبة بأسماء الصالحين، ولهذا بعض الناس يقول لك ماذا أسمي؟ الأحسن يقول لك نية في اسم ولدك، بدل ما تسأل حد أنت المقصود نيتك أنت مش نية الحد، يقول لك سميه إبراهيم سميه عبد الله، لا خلي أنت لك نية. أنا أسميه مثلا معاذا لأن عجبني متأثر بعلم معاذ، أسميه عبد الله متأثر بابن عباس أو ابن مسعود، أسميه عمر يعني أثرتني شخصية عمر، أسميها خديجة عائشة، خلي أنت نيتك هي التي تتحكم فيك، لا يعني تسأل، لكن لا تسمي الأسماء اللي خارجة من الهدي. الناس الآن مولعون بالأسماء البعيدة عن الهدي، يعني واحد يسمي أي حاجة اسم كده عجبه، إيش مش عارف إيش نادين وإيش نالين ونزين، أو بعض الأعاجم عندهم يعني حاجة عجيبة من تقديس للدين من غير فهم، يفتح القرآن والكلمة اللي عينه تقع عليها يسميه. طب افرض فتحت جد زقوم ما عندوش مانع، هي كلمة من القرآن، طب هذه مشكلة. أو يسمي بأسماء ما سمى بها أحد، في واحد اسمه سبحان الله كثير هذا في الأعاجم الحمد لله، وهكذا. من الطرائف أن مرة يعني أهلي التقت امرأة باكستانية ففي المسجد، فحصل يعني بعض الأنس يحصل بين المسلمين، قالت لها ما اسمك؟ قالت لها الحمد لله. قالت لها الحمد لله والله الحمد لله، لكن اسمك إيه؟ قالت لها الحمد لله. قالت لها تستاهل الحمد، واسمك إيه؟ قالت لها الحمد لله آخر الحمد لله الحمد لله، يعني صرخت فيها من عمال أقول لك، لكن طبعا ما هي مش متعودة أن في واحدة اسمها الحمد لله، الله أعلم أمها يمكن اسمها سبحان الله، هذا خلاف الهدي، لم يكن الصحابة يسمون. فأنت خليك في أسماء الأنبياء وعبد الله وعبد الرحمن لما ورد في الحديث، وأسماء الصالحين من الصحابة هذه المساحة، إنما تطلع في الأسماء الغريبة اللي بتطلع الأيام هذه هذا ليس من الهدي. أذكر بعض إخواننا سمى ابنته تسنيم، الكلام ده من حوالي 30 سنة أو أكثر، يعني ذهب بها للشيخ الألباني رحمه الله، كنا عند الشيخ في هذا الوقت، فالشيخ يعني قال له ما سميت؟ قال له تسنيم الولد، فالشيخ يعني قال له خالفت الهدي، خالفت الهدي. وانشغلنا بقى في الأسئلة والدرس، بعد شوية قال كيف حالك يا عائشة للشيخ، يقول للبنت يعني كأنه ما عجبه الأسماء التي ليست من هدي السلف، فصار اسمه عائشة، ولعل الآن لعلها الآن يعني صار عندها أولاد وبنات، صلى الله أن يحفظها.
إذن بلاش الأسماء اللي هي تخالف الهدي، الهدي أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين حتى يكون لك نية في هذه الأسماء، سواء الأولاد أو البنات. قال: وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم، يعني إذا وجدت صالحا فهذا أحسن، بس مش كل ما تلاقي واحد صالح تقول تعال لي المستشفى عشان أنت صالح وأنا عايزك، صعب هذا الكلام. كانوا يذهبون بالأولاد إلى الصالحين، مش يقول للصالح ولو ما جيتش هزعل منك لأنه مش هينفع. الأذان في أذان المولود، شوف الأذان بالقصد في آذان، طبعا الأحسن في أذن. يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في اليسرى، لحديث أبي رافع: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. ظهر أن الوالد الأذان وليس الإقامة، والأذان يعني حتى يقرع سمعه أيضا، يعني شهادة التوحيد. وهذه المعاني مؤثرة في الحق. إذا كان الآن الغرب بيقول لك سمعوا موسيقى كتير عشان يطلع ولد يعني ذوقه عالي، ولا ينكر الناس هذا، لكن الولد حتى لما الحامل تسمع موسيقى الولد بيطلع كده يعني ايه، يعني مبسوط. نعم تسلم. لا طب ما بدل تسمعوا موسيقى تسمعوا ايه؟ سمعوا قرآن، سمعوا الأذان، السنن اللي ينبغي ان يعني ينشأ عليها الصغير. هذا آخر المنهج إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. والكتاب كما قلنا يعني تقرأه كله، وهذا هدية مني لك، إنه ما فيش أسئلة عشان تتعود إن أنت تقرأه كلمة. وأظن إحنا مخلصين السنة دي بدري، كل سنة بنخلص على الآخر، السنة دي السنة ضيقة، فإحنا عادنا نجري لحد ما الحمد لله حصل يعني. طيب على كل حال، إذا صليت صلاة فرض قضاء في المسجد النبوي تحسب بألف صلاة، أي صلاة في المسجد النبوي تحسب بألف صلاة، فرض، نفل، قضاء، أداء، كل حكم زيارة قبر الإمام الشافعي للدعاء له. إن كان فعل الإمام الشافعي ما تكون في المسجد فهو يكره هذا وقد نهى عنها، فأنت أدعي له يعني خارج. لو كان في المقبرة اذهب وسلم عليه وعلى أهل المقام، أما إذا أدخلوه في المسجد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن دفن الميت داخل المسجد أو بناء مسجد على قبر الميت، كلاهما منكر، أنت لا تشارك فيه. هل يجوز صلاة الجنازة فقط في مسجد به مقام حتى لو كان أقرب الناس إلينا؟ أقرب الناس إليك حارب على أنه لا يصلى عليه في مسجد في مقام، أصروا على هذا لا تدخل حتى لو كانت أمك، وصلي عليها أنت عند القبر ولا تدخل مسجدا فيه قبر، لأن هذا فيه يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجيني الأسبوع القادم ولا خلصت كل ال ها؟ الشيخ محمد خلص. تحبوا نيجي ونراجع ويكون في أسئلة مفتوحة؟ أنا ما عنديش مانع. ها؟ نيجي وبدل ما فيش أسئلة هات أنت الأسئلة اللي أنت عايزها، واللي بين السطور واللي بين وهتبقى فرصة لكثير يعني. جهز بعض الأسئلة المهمة في المنهج، وبدل ما أنا أديها لك وأنا مش راضي أديها لك اطرحها أنت عليا وأنا أجاوبك، يعني نفس المسألة. هل قول سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له بيت في الجنة حديث صحيح أو ضعيف؟ هو الحديث ده مشهور عند القبر، أنه يقرأ هذا عند الميت في القبر، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في فضل سورة الإخلاص أنها ثلث القرآن، وأنها يعني حبيبة إلى الرحمن، والرجل الذي كان يكثر من قراءتها ويصلي بها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، فلها خصوصية سورة الإخلاص. أما أنها تصلى أو تقرأ عند المقابر أو عند دخول الميت أو نحو ذلك فهذا لم ينصح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. معلش هذا السؤال مهم. لو أن رجلا له 7 أولاد لم يعق عنهم فذبح بقرة، فهل هذا جائز؟ باعتبار أن البقرة تمشي عن سبعة في الهدي بتاع الحج وفي الأضحية، أما في العقيقة لا تجزئ، لازم في العقيقة كل واحد بدم، كل ولد له دم مستقل، إن شاء يعني ذبح خروفا عنه أو معزة، وهذا الأولى. عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحد. هذا يريد أن يعق ويريد أن يضحي،
أيهما أفعل وأيهما أولى؟ إذا كان جاء وقت الأضحية فالأضحية أولى والعقيقة في ذمتك، وإن كنت الآن قبل وقت الأضحية فانشغل بواجب الوقت. الحمد لله رب العالمين.